بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى والصلاة والسلام على نبينا طه صاحب الرسالة. اللهم تعالى ترحم هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الوديع، هذا الرجل الخلوق، هذا الرجل الصموت، هذا الرجل البشوش، هذا الرجل دائم الابتسامة والدعابة والفرح والملح والمرح. سيدي محمد خدي عنده خاصية دياله بوحده، يعني عنده واحد الخاصية، واحد فنان مرهف الإحساس بشكل متميز جدا. هكذا تعرفت عليه في السبعينات، وهكذا ظل إلى أن فارق الحياة، لا إله إلا الله. فالرجل شاركته في بداية حياتي الفنية في مسرحية أنا وشامة مع المرحوم الحاج محمد حسن الجندي، اللهم تعالى ترحم جميع موتانا، إلى أن التحق بفرقة محمد أحمد البصري، ثم بفرقة سيدي محمد الجم، إلى أن التحق بفرقتنا مسرح فنون لفاطمة بن مزيان، وكانت هي آخر أعماله، مسرحية ستار أكاديمي ومسرحية ما عنده سعد. فشادي نقول لك على الرجل، كان مثالا به يقتدى، كان فنانا يعني فم بالعار كما تقول الدارجة المغربية وكما نقول نحن المغاربة. عمرك ما تلقاه في شركنا جالسين من في حد ولا عادي بتاتا، يعني ديك التربية ديال تربية الناس الأفاضل ولا غلوة في ذلك. فهو تربى وسط الأساتذة الكبار، الجيل الرعي الأول، الجيل الذهبي. فطبعا لتكون ترعرع وتربى في مثل هكذا بيئة وفي مثل هكذا محيط، لن يكون إلا امتداد وفرع لتلك الشجرة الطيبة الزكية. كنت بالأمس بجانبه، بالأمس فقط كنت بجانبه الأمس يوم الأحد، وكنا على اتفاق أنا والأسرة ديالو أننا ندير بعض الإجراءات وكذا وداك الشيء، ولكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. التحق بالرفيق الأعلى، مات والذكر الحسن على كل ألسنة الناس، فالناس كلهم أيضا تلهج ألسنتهم بالدعاء له بأن يسكنه فسيح الجنان بحول الله تعالى مع الأخيار والأبرار والأطهار وحسن أولئك رفيقا. الله يرحمك سيدي محمد خدي، وإلى اللقاء عند سيدي ربي. تنعرف غادي نختم بابتسامة، لأن أنت صاحب ابتسامة، ما غاديش نختم بالدموع، غادي نختم بابتسامة. إلى اللقاء الحبيب.